لولو ايوه راح اصعد بنيه اسمها رحمان ولا بدحقي واحد اثنين ثلاثه انت يمك افتهمتي انت تدري ويدري انت ابويا انت امي. هاي لولو السورية هاي كمان لولو السورية اهلا وسهلا حبيبتي والله اهلا فيكي حبيبتي شو عم تضحكي؟ كنا سوا يعني احنا ورفقاتنا وهيك ضحكنا كلنا سوا فتابعت شو السالفة؟ شكو اليوم؟ شنو هاي؟ ايش دا يصير؟ هاي انت وافقت علي مو؟ لا لعد منو وافق علي؟ والله مش انا لا ادري منين طب في دول قلبك شلون دخل علينا؟ لك روى روى حبيبي روى مو لهالدرجة شبك بنات يا زلمة شو نسوان شو حبيبي مو أول مرة تطلع مع نسوان أنت شبك خلينا نظبط الوضع خلص لأبو اللول شو حبيبي راح صراحة أنا ما عم شوف شيء صراحة يعني أنا لازم أطلع رحمة ولولو الصراحة عجبوني كتير ف إن شاء الله إن شاء الله العيون إن شاء الله شبك عم تضحك شبك عم تضحك لا هاي مو اليد هاي مو اليد لولو هاي بنية جوا رحمة شو؟ بنت مو ولد عادي شو يعني من وين لولو؟ الله يرحمه من وين؟ أنا؟ من وين من سوريا يعني؟ أنا حلبية أهلا وسهلا وأنت من وين؟ أنا من المنطقة الوسطى إيش في ما في؟ شو حبيبتي؟ بتعرفي كباب المجعجع باللبن؟ يا أم رحمة مظبوط شو كباب المجعجع باللبن؟ كباب المجعجع باللبن هاي كله نفس الشيء يا حبيبتي ان شاء الله بخير شبك حس الشبك والله على هذا رعمار رعمة غطية انصدمت يعني هو اكو شيء غلط يعني الموضوع مو بالصوت على فكرة يعني مو قصة بالصوت كتير بتلاقي إناس شكلا وصوتا وبيكون يعني مثل غزل لا بس خلنا نفيدك خلنا فهمت قبل شوية اجى العيد هسه كل عام وانتم بخير لا اكو شيء غلط اليوم باللايف عم تتنمري؟ لا مو يمك الموضوع اليوم اللايف مسكون لايف بي شيء غلط تمام بس انت هلا عم تقولي هلا كل عام وانت بخير يعني انه هلا خلاص جبنا العيد يعني يعني انا اللي اصت حس انت شو رايك بهذا الموضوع؟ والله انا عم بتغزل فيها والبنت حلوه بتاخذ العال ما شاء الله بتجي هيك تتنمر علي يعني لا ما لها حل لا هاني بعد حل العام ما دخلت بحلقه التنمر وضعت الصدمه لك ما شاء الله الغمازه لك ريتني لك اخ بس اخ ما شاء الله هسه احكي بس سؤال بيا صيغه الصيغه شلون انطيها لك ان شاء الله بنقبر لا بدي اعرف احكي باي لا اسم الله عليك يما يوم قبل يوم الله دبل مناظر دبل الغمازة يا بو والله غمازاتها بتجنن لا هو عم يتغزل يا عمري انا شبك خشانة ترى شي عادي يعني بس سؤال هسه اني يعني ارضى احكي بيا صغه والله ما اعرف شو ادوس شو بدها تعمل؟ صيغه الكلام شلون وياك يعني شلون احكي؟ غني جورج السوب حافظ وبيحسدوني لما بضحك
خلي يفتح انشائية لعد جورج وسوف. يفتح انشائية جورج وسوف. حشان الذكر بعرف اخني احسن منك. اي والله خلي تغني. شو غني انت؟ حلقة شلوخ حلقة شعوج. غني. شو غني؟ شو بلد غني انت؟ انا غني عادي. يلا غني غني وانا غني. طيب. ترى انا صوتي مثل ما قلت لك، صوتي احلى من صوتك، يعني انا على الاقل انا بسترجي اني اغني. انت ما عندك الجرأة اصلا انك تغني. انا ما بحب التصنع، وانا ما بحب النسوان اللي بيكونوا من هذا النوع، ولكن انت ولكن انت ما تحب النسوان. فعلا جد بنت جميله يعني عادي. واضح على رمش تمشي على خد تهدي يا عمر. انا القمر اليوم ما باين قدامي يا عمري انا. والله ما اعرف شو اسوي. اسام شو احكي؟ يا حرام 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 والله حرام. ولا عارف حسن شو الضحكه. لولو فاتي دابت على السايلنت. شو؟ دابت على السايلنت. شو يعني دابت على السايلنت؟ يعني ساكتة. أنا خايفة بعد منو؟ أنا مو فتت بالحيط. أنا حاليا تعمقت تحت سبع أرض. ليش؟ ما أعرف شو أدوس. ها؟ ليش؟ شو ليش؟ هل تحصر يا الله؟ شو ليش فتي بالحيط؟ في شي صار يعني حسيت. شو هاي الأطلة طلعة؟ شو هاي جدا يصير؟ كل شي غلط. شو هو الغلط بالموضوع؟ ما فهمت. ترى والله ما فهمت. النت عنده معلق يعني. شافت شي أنا ما شفته؟ ها والله أنا أكو شي وحيد مدى أشوفه مدى أسمع. سير ديب نورة بنية خلاص اثبت بنية. ايوه انا بنت بعمل معاه بغير اصوات. اهلا فيك يا رحمه. اهلا فيك يا لولو. هذا صوت الطبيعي مش يعني نثبت يعني. ايوه هذاك الصوت الحقيقي صح. شكرا يا سعيد. رحمه. اهلا يا رحمه. يعني 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 هسه بنيه. ايوه انا بنت كلها جمال وما مش بنت. لا والله مو يا قبل شويه وهسه والامور كلها تاهت علي الصراحه. ما بعرف شوي طلعنا مع بنت احلى منا. ما ادري شو اسوي هسه بحياتي. يعني بنت اجمل مني ومن رحمه امي وطلعت شب. طلعنا ويا بنيه كانت تطلع ولد. طلعت شب يعني.